بكم في النشرة الرياضية من قناة النادي الأهلي. وإلى العناوين: 22 لاعبا في قائمة الأهلي استعدادا للأسيوطي. ربيع يعود للمشاركة في التدريبات أول إبريل. تأجيل مباراة الأهلي والمصري لأجل غير مسمى. مصر تتراجع 13 مركزا في تصنيف فيفا. وعالميا إشادة واسعة بمحمد صلاح بعد تألقه أوروبيا. أهلا بكم مجددا. وإلى التفاصيل، أعلن حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي قائمة الفريق المرشح لخوض مباراة الأسيوطي غدا على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة 24 بالدوري. وأضمت القائمة كل من محمد الشناوي وشريف إكرامي، علي لطفي، حسام غالي، حسام عاشور، أحمد فتحي، محمد هاني، محمد نجيب، هشام محمد، جونيور أجايي، أكرم توفيق، أيمن أشرف، وليد أزارو، عبد الله السعيد، وليد سليمان، صبري رحيل، صلاح محسن، عمرو السولية، أحمد حمودي، وباكاماني، كريم وليد، وإسلام محارب. قلت شو غلط؟ توجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الإسكندرية ظهر اليوم بعد أداء التدريبات تمهيدا لخوض مباراة الأسيوطي غدا بالدوري. هذا وقد تراجع البدري عن إقامة مران اليوم على استاد برج العرب مقررا التدريب على ملعب مختار التتش تجنبا لإجهاد اللاعبين، خاصة وأن الفترة الحالية تشهد ضغطا كبيرا في المباريات. تأكد غياب ميدو جابر لاعب النادي الأهلي عن مباراة الفريق غدا أمام الأسيوطي بعد عدم مشاركته في تدريبات اليوم. واشتكى ميدو من ثقل في العضلة الخلفية واكتفى بخوض تدريبات علاج طبيعي وتأهيل ولم يشارك في التدريب حتى لا تتفاقم الإصابة. يواصل أحمد حمدي لاعب النادي الأهلي أداء تدريباته التأهيلية تمهيدا للعودة من جديد للمشاركة في التدريبات الجماعية. ويأتي هذا بعدما اشتكى اللاعب من آلام في العضلة الخلفية أدت لابتعاده في الفترة الأخيرة عن المشاركة في التدريبات الجماعية. ويخضع اللاعب اليوم لجلسة علاج طبيعي في الجيم ضمن برنامجه التأهيلي الذي وضعه الدكتور خالد محمود طبيب الفريق. يخضع رامي ربيعة مدافع النادي الأهلي لفحص طبي جديد بعد أسبوعين
تحت إشراف الخبير الألماني ماير لتحديد مدى تعافيه من الإصابة التي يعاني منها. ومن المنتظر أن يستمر اللاعب في ألمانيا بعد هذا الفحص لمدة أسبوعين إضافيين على أن يعود بعدها إلى القاهرة لاستكمال برنامجه التأهيلي. فيما صرح خالد محمود طبيب الفريق أن اللاعب سيصبح جاهزا للمشاركة مع الفريق في التدريبات أول أبريل المقبل بعد إنهاء برنامجه التأهيلي. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا هاتفيا محمد سعيد مراسل قناة النادي الأهلي. محمد أهلا بيك وطمنا على تدريبات النهاردة. مساء الخير يا آية، أهلا بيكي وأهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي. يمكن النهاردة كان التدريب صباحا في ملعب مختار التتشيت الجزيرة استعدادا للسفر إلى برج العرب والدخول في معسكر مغلق لمواجهة فريق الأسيوطي غدا في 5:15 على استاد برج العرب. التمرين النهاردة لم يستمر أكثر من حوالي ساعة ونصف. يمكن الجهاز الفني كان في البداية كان بيفكر ان التدريب يكون في الملعب الفرعي في استاد برج العرب مساء اليوم او تحديدا في هذه اللحظات، لكن الجهاز الفني فضل ان الفريق يتمرن على الملعب التتش صباحا قبل السفر منعا للاجهاد، ما يكونش الفريق وصل لاسكندريه وبعد كده يخوض تدريب بعد وصوله باقل من ساعتين. وبالتالي الفريق النهارده تمرينه بالظبط ما استمرش اكثر من ساعه ونص، شمل على بعض الفقرات البدنيه والفقرات الفنيه. تدريب كان خفيف في معظمه، ما كانش فيه ستريس من الجهاز الفني على اللعيبه، خاصه ان المباراه غدا في اليوم التالي مباشره للتمرين. نقدر نقول حتى في الختام كان في مران على تسديد الكرات الثابته شارك فيها وليد سليمان وباكا وجونيور اجايي وعبد الله السعيد واحمد حمودي واحمد فتحي وصابر رحيم. ابرز ما في التسديدات او في الكرات الثابته تسديده باكا، هدف رائع قوي جدا احرزه باكا في اللحظات الاخيره من التسديدات القويه. يمكن حتى كان في احتفاليه عملها باكا وجونيور اجايي يعني تعقيبا على الهدف المتميز اللي احرزه اللاعب الجنوب افريقي اثناء التقسيمه. اثناء المران كمان كان بخلاف الجزء البدني كان في اجتماع، يعني الكابتن طلعت الحفيظ مدير الكوره يمكن اجتمع كده سريعا مع الكابتن سعد التمرين مدافع الفريق على هامش المران، اطمأن منه على حالته واطمأن على جاهزيته واستعداده، خاصه ان المؤشرات الاوليه بتقول ان سعد سمير قد يقترب باذن الله من المشاركه مع الاهلي عقب مباراه الاسيوطي. بعد المران البدني كان في تدريب اضافي، يمكن فتحي وسعد سمير خاضوا تدريب اضافي بدني في نهايه المران لزياده معدل اللياقه البدنيه، خاصه ان يعني هناك مؤشرات كان فتحي في الفتره الاخيره كان تعرض لاصابه وبعد وبعد كده شارك في مباراتين وارتداتين، وسعد سمير منذ فتره بعيد نتيجه الاصابه الاخيره. بشكل عام الجهاز الفني اطمأن على حاله اللاعبين وثم قرر اصطحاب 22 لاعب للكود في معسكر مغلق استعدادا لمباراه الاسيوطي، وابرز المستبعدين باسم علي وعلي معلول وسعد سمير ورامي ربيعه واحمد حمدي ونيدو جابر للاصابه ومروان محسن واحمد ياسر ريان ومحمد شريف المنضم حديثا. محمد بعد عوده حسام غالي تفتكر ممكن يشارك بكره؟ مساله المشاركه الفنيه تتوقف على الكابتن حسام البدري، يمكن هو الكابتن حسام لما كنا بنساله خلال الايام الاخيره على عوده حسام غالي ومتى سيتم الاستعانه به في المباريات، الكابتن حسام قال محتاجين بس الاول نشوف حاله غالي البدنيه خلال الفتره الحاليه، لان طبعا كان بالتاكيد مشارك في الدوري السعودي خلال الفتره السابقه، فكان الجهاز الفني بيحتاج يعني وقت للحكم على المستوى البدني والحاله البدنيه لغالي. مش هنقول المستوى الفني لان غالي من المستويات الفنيه الكبيره وكابتن فريق النادي الاهلي، فطبعا مش محتاج لسه الجهاز هيشوف، لكن المستوى البدني يعني الحاله البدنيه، والجهاز الفني شايف ان مباراه الاسيوطي بالتاكيد دخول حسام غالي هيكون اضافه قويه جدا للفريق بالتاكيد خلال المرحله القادمه، لذلك حتى 22 لاعب هيكون في 18 في قائمه المباراه، وهيستبعد اربع لاعبين في اللحظات الاخيره قبل اعلان يعني قائمه ال 18 وخوض مباراه الاسيوطي باذن الله. محمد كلمنا ايضا عن مشاركه الاهلي في المؤتمر الدولي لعلاج الاورام. يمكن النهارده كان كليه الطب بجامعه اسيوط كانت بتنظم مؤتمر دولي لعلاج الاورام من خلال كليه الطب بجامعه اسيوط، ودعت للعديد من الاعلاميين والعديد من الرياضيين، لكن النهارده ابرز المشاركات مشاركه النادي الاهلي من خلال دكتور مصطفى عبده رئيس اللجنه المجتمعيه في النادي الاهلي، ودي لجنه انشئت حديثا بقرار من مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب. دور هذه اللجنه ان النادي الاهلي يكون له دور مجتمعي في الوطن بخلاف دورها الرياضي، وهذا الدور المجتمعي يمكن بدا من خلال الايام القليله الماضيه عندما شارك الاهلي في علاج او مرضى السرطان، والنهارده شارك في علاج الاورام. الدور المجتمعي اللي يقدر يقوم به النادي الاهلي من خلال دكتور مصطفى عبده رئيس اللجنه المجتمعيه انه هيشارك كدور مؤسسي للنادي الاهلي
في دعم قسم الاورام بجامعه اسيوط كليه الطب، وايضا الدعوه لفرص تواجد اجهزه حديثه، والدعوه لدعم رجال الاعمال. دور مجتمع النادي الاهلي هيقوم به خلال الفتره القادمه. لكن ابرز ما قاله الدكتور مصطفى عبده في هذا المؤتمر وفي هذه الندوه ان الاهلي خلال الفتره القليله القادمه بيستعد لانشاء لجنه او مؤسسه في الاهلي الاجتماعيه، ودي هتبقى مؤسسه اجتماعيه هتبقى الاولى في منطقه الشرق الاوسط وفي مصر تحديدا. دور هذه المؤسسه انه هيقدر يشارك بشكل اجتماعي اكثر مع المؤسسات العلاجيه والمؤسسات الاجتماعيه في مصر، حتى ان جمعيه مصر الخير ومستشفى الاورام ومستشفى ال 57-357 بتسعى الى تكوين توأمه وعلاقه مع النادي الاهلي في هذا الشان. لكن الاهلي خلال الشهر القادم او شهر ونصف القادمين هيكون يعني بعد انهاء التراخيص والموافقات اللازمه من الشؤون الاجتماعيه ووزاره الاوقاف، يقدر ان هو من خلال مؤسسه الاهلي الاجتماعيه يشرع في تنفيذ هذه الادوار الاجتماعيه في مصر خلال الايام القادمه. وده دور مهم جدا الكابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي شرع في تنفيذه خلال الايام القليله الماضيه من خلال دكتور مصطفى عبده بعد تعيينه كرئيس للجنه المجتمعيه. محمد سعيد مراسل قناه النادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا. الاهلي كيان، الاهلي رمز، الاهلي عزيمه، الاهلي اصرار، الاهلي دايما بيلعب حتى الثانيه الاخيره. الدقيقه الاولى من الوقت المحبطه بدل الضايع. سمير كمولة في الوقت الحاسم. أقدامك فيها هدف قاتل 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 بمهارة الهدافين بروعة المبدعين. مش معقولين بالمرة في الدقيقة 94. صرح السيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن مواجهة الأسيوطي المقرر لها غدا الجمعة لن تكون سهلة على الفريقين، وأكد عبد الحفيظ أن الأسيوطي يقدم عروضا جيدة هذا الموسم بدليل احتلاله مركزا جيدا بجدول المسابقة ومتقدما على فرق قوية في الدوري. وأوضح مدير الكرة أن دوافع الأهلي واحدة وثابتة في كل لقاء، وهي الفوز دائما من أجل الحفاظ على لقب الدوري. قال علاء ميهوب رئيس لجنة التحليل والإحصاء بالنادي الأهلي أنه يواصل البحث باستمرار عن مواهب جديدة للتعاقد معها في الفترة المقبلة. وأشار ميهوب أن اللجنة تتابع أكثر من لاعب في الآونة الحالية قبل التعاقد مع أي منهم وفقا للرؤية الفنية. وأوضح ميهوب أن اللجنة كانت تتابع صلاح محسن وقتما كان في قطاع الناشئين بإنبي، وكان هناك اهتمام كبير بالتعاقد معه. كما توقع ميهوب مستقبلا كبيرا لمحمد فخري المنضم حديثا من غزل المحلة، مشيرا إلى أنه يعد مستقبل الهجوم الأهلي وسيحصل على فرصة مع مرور الوقت. أجرى السيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي اتصالا هاتفيا بالسفير أحمد بكر سفير مصر بالجابون وكذلك السفارة المصرية في بوركينا فاسو من أجل الاطمئنان على تفاصيل الإقامة والتنقلات في البلدين.
ويأتي هذا في الوقت الذي ينتظر فيه الجهاز الفني للأهلي نتيجة مباراة الإياب بين فريقي ريال كادوغو البركاني مع مونان الجابوني لمعرفة أي منهما سيكون منافس الفريق في دوري 32 بطولة دوري أبطال أفريقيا. ويذكر أن لقاء الذهاب بين الفريقين انتهى بهدف نظيف للفريق البركيني الذي خاض المباراة على أرضه ووسط جماهيره، فيما تقام مباراة العودة 20 فبراير الجاري في الجابون. أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تعديل بعض مواعيد مباريات الدوري بسبب المشاركات الإفريقية للأندية، حيث تقرر إقامة مباراة الأهلي مع الداخلية في الجولة 27 للدوري يوم 28 من فبراير الجاري في 6 مساء بدلا من 8 مساء، فيما تقرر إقامة مباراة الأهلي مع إندي يوم 11 من مارس المقبل ضمن الجولة 29 في 7 مساء بدلا من إقامتها يوم 13 من مارس في 8 مساء، كما تقرر تأجيل مواجهة الأهلي مع المصري ضمن منافسات الجولة 28 للدوري إلى أجل غير مسمى بعدما كان مقررا لها 4 من مارس المقبل. ولمتابعة أخبار قطاع الناشئين بالنادي، فقد تقرر مغادرة فريق الأهلي لكرة القدم مواليد 2005 القاهرة يوم الثلاثاء المقبل متوجها إلى الإمارات للمشاركة في بطولة دبي الودية الدولية التي تقام في الفترة من 22 وحتى 24 من فبراير الجاري. ويشارك فريق الأهلي في هذه البطولة تحت قيادة أحمد سمير المدير الفني، وهي فرصة للاحتكاك بمدارس كروية مختلفة، خاصة وأن البطولة تضم 20 فريقا أبرزهم ريال مدريد وبرشلونة وسيلتا فيغو من إسبانيا ومن إنجلترا ليفربول ومانشستر سيتي، إلى جانب فريقي ميلان وروما من إيطاليا وبوكا جونيورز الأرجنتيني وغوانزو الصيني والوسط الإماراتي والهلال السعودي. قال عبد العزيز عبد الشافي المدير الرياضي للنادي الأهلي وعضو لجنة الكرة أن حب جمهور الأهلي له لا يقدر بالثمن، كما تحدث زيزو في حواره الخاص والحصري أمس على قناة الأهلي عن العديد من الأمور أبرزها كواليس التجديد لأحمد فتحي وعبد الله السعيد ثنائي فريق الكرة، وكذلك الحديث عن طبيعة عمله كمدير رياضي للأهلي. ولمتابعة المزيد من تصريحات زيزو نتابع في التقرير التالي. دي أكبر نعمة ربنا أنعم بيها عليا في حياتي كلها، جماهير الكورة بشكل عام وجماهير النادي الأهلي بشكل خاص، لأن دي نعمة لا تقدر بمال وبتمثل قيمة، والقيمة دايما بتفضل في تاريخ البني آدم وبتفضل معاه ملازماه باستمرار، ودايما بتبقى يعني بتدي له دوافع وتحدث له الدوافع لما بتقدم الدوافع، وبتخليه دايما في موضع مسؤولية محببة إليه، لأن أنت لما ربنا يديك موهبة أو يديك قدرة على أنك أنت تسعد غيرك ده شيء عظيم جدا ونعمة كبيرة جدا، فما بالك بقى لما تبقى جماهير بعرض جماهير النادي الأهلي وتاريخ كبير قوي للنادي الأهلي، فدي بتبقى نعمة يعني مضاعفة، فالحمد لله على هذا. المنصب ده بالتحديد منصب جديد، وهو مش جديد، هو دي علينا احنا، إنما جديد بره، احنا تابعين دايما لأن الناس سابقيننا بره، فالصعوبة بتاعته بتكمن في انه من السهل جدا انك تعمل خلط، يعني زي ما انا حسيت كده ان حضرتك محضر سؤال كده، خلط ما بين بعض المهام الاخرى، ان ممكن الناس ما تبقاش عارفة ايه الفرق بين المهام دي بالزبط. او هي متشابهة او متشابكة ولا لا، انما هو النهاردة لما تيجي تفكر في الكرة، الكرة الحديثة النهاردة اصبحت دخل فيها ادارات كثيرة جدا، بقى فيها استثمار، بقى فيها تجارة، بقى فيها تعاقدات، بقى فيها امور كثيرة، جرعاه
بقى فيها أموال كبيرة جدا، بقى فيها بيع وشراء، بقى فيها صناعات وصلت يمكن ل 40 صناعة أو 42 صناعة، بقت بتمثل دخل قومي لبعض الدول، لمعظم الدول اللي هي المتقدمة جدا تكنولوجيا حتى وعلميا. يعني هي بتمثل مثلا الدخل الثالث أو الثالث تقريبا بعد صناعة السينما والسيارات في أمريكا اللي هي أكبر دولة في العالم. فأنا أقصد بكده إيه؟ إن ده أمر أصبح طبيعي النهارده إنك أنت تسعى للمواكبة. فالمواكبة دي بتبدأ بكرة القدم. إحنا الفترة اللي فاتت دي حسينا إن الفرقة فيها عدد كبير جدا من اللاعبين، وكلهم من النوعية المميزة. يعني أنت لما تسيب لعيب زي عماد متعب، تسيب لعيب مثلا زي حسام غالي قبل كده، تسيب لعيب زي أحمد الشيخ، تسيب لعيب زي مؤمن، تسيب لعيب زي حسين السيد، تسيب لعيب زي عمرو بركات، تسيب لعيب زي صالح جمعة، كلهم لعيبة دوليين، كلهم لعيبة كويسين جدا وإمكانياتهم كبيرة جدا، ولكن الضرر الأكبر إن هم يبقوا نجوم بالشكل ده وبالقدرات دي وقاعدين ما بيلعبوش، بطاقات معطلة، وبعدين ده عبء مش عليهم هم بس نفسيا، ده عبء على الجهاز الفني. لأن أنا النهاردة ما فيش فريق في العالم بيتمرن عنده 37 أو 35 لعيب، دي بتعمل عبء على المدير الفني في عملية اللعيب. وهو من اكتر المهام بتاعه المدير الفني ان هو يريح اللعيب نفسيا. طب هيريحه نفسيا ازاي وهو عنده بدل اللعيب عنده 4 أو 5؟ وبالتالي من هنا جات الفلسفه بتاعتنا. احنا مستحيل هنقول ان احنا تعاقدنا مع لعيب قبل ما نتعاقد معاه. بس حضرتك قلت انا متفق مع الاراء اللي بتقول ان قد يكون مطلوب فنيا في الفتره الجايه مدافع على لا مستوى لا لا. عالي، مدافع او اثنين كمان ممكن جدا، او اثنين كمان ممكن جدا، مطلوب اضافات لخط طبعا الدفاع. لا هو طبعا الاثنين النجوم الكبار احمد فتحي والسعيد مفيش مشكله فيهم، هي الناس بس مستغربه شويه، انما كل حاجه متفق عليها ان شاء الله ما عندناش مشكله خالص، لان احنا في المقام الاول بنقدر النجوم بتاعتنا، بنقدر حتى حجم الشكل اللي كانوا ممكن جدا يخرجوا بيه او يستنوا بيه، فما فيش مشكله خالص بالنسبه للاثنين. الاثنين ابدوا الرغبه وفي نفس الوقت النادي عنده الحلول، فما فيش مشكله في الموضوع. الامور ماشيه في اتجاه كويس في التفاوض بين الطرفين، ما فيش مشكله، بس انا بحافظ دايما على مصلحه الطرفين، بنقول النادي واللاعب. وإلى الأخبار المحلية، والبداية مع المنتخب الوطني، حيث أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن التصنيف الشهري للمنتخبات، وتراجع المنتخب الوطني 13 مركزا فقد وصل إلى رقم 43، وحل المنتخب الوطني في المركز الخامس إفريقيا بعد كل من تونس والسنغال والكونغو والمغرب. وشهد التصنيف الجديد حفاظ المنتخب الألماني على صدارة الترتيب، ويليه المنتخب البرازيلي والبرتغالي ثم الأرجنتيني. ولا زلنا مع اتحاد الكرة، حيث نفى عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة إلغاء تجربة حكم الخامس في الموسم الجديد. وأشار عبد الفتاح أن التجربة تعتبر وليدة في الملاعب المصرية وأثبتت جدارتها في الموسم الجاري، وهو ما يؤكد استمرارها في الموسم الجديد. كما أوضح عبد الفتاح أن مباراة الأهلي مع الداخلية في دوري 16 لكأس مصر ستشهد عودة الجمهور للملاعب مرة أخرى. ومع أخبار الألعاب الأخرى، حيث تختتم غدا الجمعة فعاليات دوري 11 للرواد بالنادي الأهلي والمقامة بفرع الشيخ زايد، ويبدأ المهرجان في الساعة 1 ظهرا، ويشهد الحفل حضور أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي إلى جانب العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي. وتقام فعاليات المهرجان على ملاعب النادي بالشيخ زايد، ويشهد مجلس الإدارة توزيع الجوائز على الفائزين. قررت اللجنة العليا المنظمة لبطولتي إفريقيا للكرة الطائرة رجال وسيدات برئاسة محمد الجرحي عضو مجلس الإدارة السماح بدخول الجماهير مجانا لمباريات البطولتين،
حيث لن يتحمل المشجع الأهلاوي سوى 5 جنيهات فقط كقيمة رمزية نظير حضور جميع المباريات بالبطولتين. وتقوم إدارة النادي بإعداد وتجهيز بطاقة حضور المباريات للجماهير لتسليمها ل 950 مشجعا الذي وافق الأمن على حضورهم مباريات البطولتين. هذا وتنطلق البطولة الإفريقية للسيدات في الفترة من 14 من مارس المقبل، وبطولة الرجال في الفترة من 25 من مارس وحتى 6 أبريل القادم. قال ياسر صلاح المدرب العام للفريق الأول لكرة اليد السيدات بالنادي الأهلي أن فريقه يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهتي الجزيرة بعد غد السبت في دوري السوبر والثلاثاء المقبل في دوري الثامن بمسابقة كأس مصر. وكان الفريق قد حقق فوزا مهما أمس على نظيره هليوليدو بنتيجة 32-14 في إطار منافسات بطولة منطقة القاهرة. وأوضح مدرب الأهلي أن الفريق يسير بخطى ثابتة وقدم أداء جيدا في لقاء الأمس، مشددا على أن مواجهة الجزيرة في غاية الأهمية حيث يستكمل الفريق مشواره نحو الفوز بالثلاثية. يبدأ اليوم فريق الكرة الطائرة بالنادي الأهلي للناشئات تحت 16 سنة الاستعداد لمواجهة فريق الطيران المقرر لها السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الأول لبطولة الجمهورية. وقد حقق الفريق فوزا مهما أمس على الشيخ زايد تحت قيادة طه البنا المدير الفني ليرفع الفريق رصيده إلى 9 نقاط يتصدر بها جدول الترتيب، لا سيما وأن الفريق لم يخسر أي شوط منذ انطلاق المنافسة. ومع متابعة آخر أخبار لاعبين المحترفين والبداية من السعودية، حيث تستكمل غدا الجولة 22 لبطولة الدوري السعودي ب3 مباريات، حيث يواجه أهلي جدة الذي يلعب ضمن صفوفه مؤمن زكريا ضيفه الفيحاء على ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية. وفي الجولة ذاتها يشهد ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية مواجهة مصرية خالصة بين الرائد بقيادة شيكابالا ومحمود عطوة والاتفاق بقيادة حسين السيد وأحمد الشيخ. وكانت الجولة قد انطلقت اليوم الخميس حيث واجه تعاون ضيفه القادسية والنصر مع الباطن. ومن السعودية إلى الإمارات، حيث أكدت تقارير صحفية أن نادي العين الإماراتي سيواجه منافسة قوية للحفاظ على حسين الشحات اللاعب المعار من مصر المقصة. وقالت التقارير أن الشحات لديه عروض للانتقال إلى الدوري الصيني بالإضافة إلى تلقيه عرضا من أحد الأندية الإماراتية. ويذكر أن الشحات يقدم مستوى متميز مع العين منذ انضمامه إليه، حيث سجل 5 أهداف في 6 مباريات شارك بها في بطولة الدوري.
وإلى الدوري الأوروبي، حيث تنطلق اليوم مباريات الذهاب دور 32، إذ يواجه سبورتينغ براغا الذي يلعب ضمن صفوفه أحمد حسن كوكا فريق مارسيليا الفرنسي، ويحل أرسنال الإنجليزي الذي يلعب له محمد النني ضيفا على أوسترسوند السويدي. ودخل كوكا في قائمة براغا استعدادا لمواجهة مارسيليا في مواجهة صعبة على ملعب فيلودروم في مدينة مارسيليا. أما النني الفائز بجائزة أفضل لاعب في أرسنال عن شهر يناير، فمن المتوقع أن يقود فريقه أمام الفريق السويدي. ومن الدوري الأوروبي إلى تركيا، حيث أشارت تقارير صحفية إلى أن اللاعب الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه تلقى العديد من العروض الاحترافية بعد تألقه مع فريقه قاسم باشا التركي في ظل إعارته من نادي أندرلخت البلجيكي. وأفادت التقارير رغبة أندية ويست هام وليستر سيتي وواتفورد الإنجليزية أنها تسعى للتعاقد مع اللاعب بعدما سجل 9 أهداف مع فريقه في 20 مباراة. فيما ذكرت الصحف التركية أن نادي جالاتاسراي يسعى للتعاقد مع تريزيجيه، وأن مسؤولي النادي دخلوا في مفاوضات مع نادي أندرلخت للاتفاق على انتقال اللاعب إلى النادي التركي الموسم المقبل. وفي جنوب افريقيا، قرر عمرو جمال مهاجم المنتخب الوطني والنادي الاهلي استكمال اعارته مع فريقه بيدفست الجنوب افريقي حتى نهايه الموسم وعدم الرحيل الى اي نادي اخر. وياتي هذا في ظل تلقي اللاعب اكثر من عرض في الفتره الاخيره، ابرزهم سوبر سبورت واورلاندو بارتس من جنوب افريقيا الى جانب نادي هلنسك الفنلندي، الى ان اللاعب قرر الاستمرار مع ناديه الحالي حتى نهايه الموسم وبعدها يقرر مصيره. وإلى إطلالة على الأخبار العالمية، والبداية من دوري أبطال أوروبا، حيث وضع فريق ليفربول الإنجليزي قدما في الدوري ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا بعد فوزه بخماسية نظيفة على مضيفه بورتو البرتغالي في ذهاب دوري 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا. والمباراة كانت سهلة على الفريق الإنجليزي، إذ افتتح السنغالي ساديو ماني أهداف المباراة في الدقيقة 25 قبل أن يضيف النجم المصري محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 29. وفي الشوط الثاني أضاف ماني الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 53، فيما سجل البرازيلي فيرمينيو الهدف الرابع في الدقيقة 69. وأخيرا أحرز الدولي السنغالي الهدف الثالث له والخامس لفريقه في الدقيقة 85 من عمر المباراة.
وعقب المباراة نال محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي إشادة واسعة عقب تسجيله هدفا في مباراة فريقه أمام بورتو البرتغالي ببطولة دوري أبطال أوروبا، حيث أشادت الصحف البريطانية بالأداء الرائع لصلاح، إذ قالت صحيفة ديلي ميل أن صلاح أصبح اللاعب رقم 13 في تاريخ ليفربول الذي يسجل 30 هدفا في موسم واحد، فيما أكدت صحيفة ليفربول إيكو أن خط هجوم الفريق بقيادة صلاح هو الأفضل في تاريخ الريدز منذ فترة طويلة، فيما أثنى نجمي ليفربول السابقين جيمي كاراغل وستيفن جيرارد بالأداء الرائع الذي قدمه الدولي المصري ومساهمته في فوز فريقه بخمسة أهداف نظيفة.